الحب الشعور كثفت الطارق. باقي من كفر الشيخ للمولى الديني يعني، لانه سيدنا الحسين ده يعني حاجه كبيره بالنسبه لنا. في المولد بنيجي المولد نستبارك بالسيد بالمولد الشريف. بقى فرصة لأن الشباب برضو ممكن يقدم ياخد فرص عمل، إن هو يبيع في المولد دي، يبيع للناس والأهالي ويقدم خدمة للأهالي والمواطنين. المولد فيه شباب ياما الحمد لله، كلهم بيشتغلوا في جميع المهن الحرة، اللي في القهوة واللي بيبيع حلويات واللي بيبيع حريسة واللي بيبيع أقمشة واللي بيبيع ألعاب أطفال.